يعطيكم العافية زميلات وزملاء. هذا الفيديو رقم 11 من ملف اللغة الألمانية في الحياة اليومية من خلال صفات وظروف. رح يكون موضوعنا Adjektive und Adverbien. القناة اسمها Deutsch ist eine Chance. بعض الصفات والظروف رح أتحدث عليها عنها من خلال الفيديو: Trinkend, andauernd, voll, deutlich, dankbar, früh, و immer wieder. رح يكون في غيرهم بسياق العرض. لكن ونحن عم نعرض هالصفات والظروف رح يظهر لنا تراكيب تعابير جاهزة تساعدني في الاستخدام اليومي. أنا لما بدي أقول مواعيدي ملاني، يعني ما عندي فرق. Ich habe immer einen vollen Termin Kalender. نقول دفتر المواعيد ملاني. لكن رح نشوف كيف نستخدمه بشكل أدق في الحياة اليومية. Falls es wirklich dringend ist. فيما لو كان الأمر مستعجل. لو كان الأمر مستعجل خبرني مثلا بكذا. لو كان الأمر مستعجل بعمل كذا. Es hat etwas gedauert. حقيقة التعبير هذا يستخدم كثيرا كثيرا في الحياة اليومية. بدنا نقول والله طولت شوي حتى طلع من أزمته. عم نحكي عن صديق، عم بحكي أنا وصديق تاني عن صديق تالي مشترك. والله طولت شوي لطلع من أزمته، طولت شوي لتعودت على اللغة، طولت شوي لدربت على الآلة، طول شوي لبعت لي الجواب مثلا، كان في انتظار لجواب. وهالشوي ممكن نحددها نحن خلال الجملة هون، اتفاس نحط غير كلمة ونشوف شلون رح نستخدمها. لكن السؤال يبقى ليش الصفات؟ المعروف انه الفعل زين بيجي معه صفات. زين وصفة بيعملوا لي جملة، سواء كنت مبتدئ في اللغة أو متقدم في اللغة. Der Kurs war interessant. الكورس كان ممتعا، مثيرا. Hilfreich، مساعد. Die Reise war angenehm. باعتبار كنا تحدثنا بالفيديو السابق عن أنجينيم، السفرة كانت ممتعة. بنلاحظ فعل زين مع صفة شكلت لي جملة. فكل ما تعددت الصفات عندي تعددت إمكانيتي لبناء الجملة. المواقف رح نتحدث عنها ونذكر من خلال الصفات والظروف هي رح تكون رسائل بين طرفين، رح يستخدم فيها الضمير دو. نفترض شخص عم يكتب لي، عم يقول لي ليبا، حط الاسم والاسم الاول طبعا وهون مذكر. انا كنت منتظر اخذ موعد، فهو حب يسبق لي برساله يقول لي امتى المواعيد المتوفره عنده. Am Montag, Dienstag und Mittwoch früh habe ich einen vollen Termin Kalender. هلا بنفهم انه früh هي باكرا، بس امتى هو بيقصد؟ 2 و3 و4 مواعيدي ملان باكرا. دفتر المواعيد مسكر. Ich habe immer einen vollen Termin Kalender. لكن حتى أوضح استخدامه ممكن نقول إما من الساعة كذا للساعة كذا، بيوم كذا ويوم كذا، قبل الظهر، بعد الظهر، حدد. لكن هذا الطرف اللي عم يكتب لي واللي قال لي إنه ما فاضي باكرا، وضح لي كمان هالعدم الإمكانية ممكن يعمل له استثناء. Montag zwischen 10 und 8 Uhr könntest du mich aber kurz telefonisch erreichen, falls es dringend ist. التنين من الساعة 10 للساعة 11 بإمكانك تتواصل معي تليفونيا إذا الأمر ضروري مستعجل. إذا الأمر مستعجل. Falls es. Falls es wirklich dringend ist. فيما لو كان الأمر حقا مستعجل. لاحظوا نحط الدو حرف كبير رغم أنه عم نحكي بالدو. سابقا كانت تستخدم الدو الكبيرة دليل على الاحترام. حاليا الصغار بيستخدموا فقط الدو الصغيرة. هذا الطرف أنهى رسالته. إحنا في تواصل بيننا وفي مساعدة مشتركة. Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft immer wieder. شكرا لاستعدادك الدائم للمساعدة.
لكن إما فيدا متكررة، ممكن نقول يدا تسايت، ممكن نقول أندوان، ممكن نحط ظرف، ممكن نحط صفة. الموقف الثاني إس هات إتفاس جيدورد أبا يتست هاب إش فيدا مية تسايت أم كذا. هون رح يكون الموضوع اللي كان مطلوب من الطرف الآخر. نفترض الطرف آخر أنا مكلفه بمهمة، طالب منه طلب لكن تأخر. هلأ هو حب يعتذر لي بطريقة لطيفة، وهالتعبير هذا بيساعد عليه. إس هات إتفاس جيدورد طولت شوي. لنفترض كنت طالب منه ترجمة نصوص إتفاس جيدورد، ولكن الآن لدي ثانية وقت منيح. فيدا ميت سايد أم تسو، واحد الخيارات أني أحط أم تسو. إذا إس هات وهو منحط إتفاس أو غير كلمة لتدل على قديش طولت. هون إتفاس جيدورد وممكن نحطهم بعدها شيء تاني. إس هات لانجا جيدورد، ممكن أحيانا بتقول والله طولت كتير لتعلمت اللغة، طولت كتير لصار عندي معارف، طولت كتير لفهمت القاعدة الفلانية مثلا. إس هات إتفاس لانجا جيدورد، إس هات أين بيسين جيدورد أبا يتست. طبيعي الجملة الطبيعية بعد إس هات أين بيسين جيدورد أبا يتست طبيعي إنها تكون أبا يتست، لكن ممكن يكون خيارات أخرى. إست إس إندليش زو فايت داس، يعني أبا يتست إست إس إندليش زو فايت. هون زو فايت إلى استخدامات متعددة، لكن هون بهذا المعنى أخيرا جاهز لك داس، ممكن حط داس. مثل ما أنا ممكن طول نقول طولت لتعلمت على الكمبيوتر، طولت لفهمت الشغلة الفلانية، طولت لتدربت على الأمر الفلاني، فهي مستخدمة كثيرا في حياتنا اليومية. الموقف الثالث نفترض شخص عم يكتب لي كمان ليبا دانكي داس دو، عم نلاحظ هون حرف كبير داس دو دي übersetzung machst، شكرا انه رح تعمل الترجمة، انه عم تعمل الترجمة. لنفترض كان طالب مني ترجمة بعض الامور. Das hilft uns sehr und wird sicher auch das Verständnis erleichtern. هذا يساعدنا كثيرا وسوف يكون بالتأكيد sicher auch das Verständnis erleichtern، رح يسهل الفهم. erleichtern يسهل الفهم، يعني لما تكون كلمة ألمانية تحت كلمة باللغة العربية هذا رح يقرب الفهم للمتلقي. erleichtern يسهل، erschweren يصعب. مثل ما قلنا هون دو حرف كبير، تجوز الوجهين صغير وكبير حتى وإن كنا عم نتخاطب بالدو. لكن هذا الطرف تذكر قبل ما ينهي رسالته أخيا und ich soll dir von، لاحظوا كمان dir von نفترض طرف ثالث ausrichten، كمان يتوجب علي أني أوصل لك ausrichten. نفترض هذا الثالث كان قايل لها الطرف اللي عم يكتب بلغ شكري، بده يتشكرني. das er dir sehr dankbar، أنه هو شاكر لك كثير، ممنونك كثير، دانكبا ممنونك كثير. اللي عم يكتب كمان من باب التوضيح إيش بين إس أوخ، أنا كمان، يعني أنا كمان ممنونا. أوسريشتن نقل هالطلب من الطرف الثالث إنه كمان يقول لي إنه هو ممنون. أوسريشتن إيش بين دي زيد زي دانكبا، هذا التركيب اللي ممكن احنا نستخدمه، لكن ممكن نضيف عليه ايش بن دي زي دانكبا فيو اليس لكل شيء. طبعا في موضوع كان بيناتنا على كل اللي انعمل.
ممكن نقول ich bin dir sehr dankbar dafür. وقلنا لما نقول dafür بهالحالة بده يجي بعد das أو جملة جانبية أخرى، لكن الدا رح يشرحها الجملة الجانبية اللي رح تجي. Ich bin dir sehr dankbar das. لهون بنتهي هذا الفيديو زميلاتي وزملاء. إذا في أي ملاحظة أو تعليق ريتكم بأسفل الفيديو، وإذا عجبكم هذا الفيديو ياريت يكون في شير ولايك واشتراك بالقناة، وشكرا لكم جميعا.